اخر فاصل فيصل الغامدي مثل ما تفضل بنايف لاعب يعني في صغير في السن عنده ثقه، اللاعب بهالسن هذا ويستلم الكره ويبادر وعنده القدره في التمرير ويستلم الكره في تحت الضغط، هذا مشروع نجم كبير. اتمنى له استمراريه في قادم الايام ان شاء الله. وياسين بونو دائما في اي فريق تبي تنافس انظر الى الخلف، منو الحارس؟ في مباريات كثيره الفريق اللي ينافس دائما الفرق الاخرى تتكتل دفاعيا، فمرات يكون يعني صعب انه يخترق او اللعب على الاطراف بوجود اكبر عدد من اللاعبين. يمكن في فرصه واحده ايامها صارت فرق اللي تلعب بالاسلوب المباشر تعاقب الفريق اللي ما يسجل لما يستحوذ ويسيطر، ولكن اذا يكون عندك حارس دائما يكون في التركيز الذهني وعنده الابداع وعنده رياكشن يخلي الفريق دائما يكون منافس. ياسين بونو احد الحراس المميزين على المستوى العالمي.